نبقى في ذات الملف، حيث خاطب علماء من الوطن العربي سكان غردايا ناصحين إياهم بنبذ العنف والتعايش في السلم والسماحة في ظل عودة الهدوء تدريجيا إلى المدينة بعد أحداث حزينة. التقرير لوليد بهراوة. أيليق بكم في شهر المحبة والغفران أن ينزغ بينكم الشيطان؟ سارع أئمة ودعاة من مختلف أقطار الوطن العربي للتضامن مع سكان غردايا ونبذ الفتنة بخطابات ونداءات تؤكد حرمة دم المسلم. الدعاة ركزوا على نشر سماحة وتعايش في سلم وسلام بين الإباضيين والملكيين. واسمعوا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. واذكروا قول النبي عليه أتم الصلاة والتسليم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أرجو الله أن تحقن دماؤكم وأن ترجعوا إلى صوابكم، والحمد لله رب العالمين. علماء الأمة دعوا الجميع للتأقل وقطع الطريق أمام من يحاولون ضرب استقرار الجزائر. توجهت فيه القلوب والأرواح إلى الله متضرعة مبتهلة في العشر الأواخر من رمضان، أيام العتق من النار، أيام بيزداد فيه الإيمان والطمع في غفران الرحمن. غردايا التي عاشت أحداثا حزينة بدأ الهدوء يعود إلى شوارعها تدريجيا في ظل دعوات المشايخ ووقوف الدولة هذه المرة على لب المشكل.